بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نقوم باختبار خاص بالأنواع الكيميائية، أي هندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية. ها هو نص الاختبار، عليه 4.5 نقاط. السؤال الأول، طلبوا منا إكمال الجدول الآتي. أعطونا جزيئات، ها هما في السطر الأول تمثيل لويس للجزيء، في السطر الثاني الصيغة الجزيئية المنشورة أي الصيغة الجزيئية المفصلة، في السطر الثالث الصيغة الرمزية العامة لجيليس بي أ إكس أن أو أن. ثانيا، مثل بنموذج كرام جزيء النشادر أن أش تروا، ثم لجزيء ثنائي كلور الميثان سي أش دو سي أل. إذن نبدأ بتمثيل أن أش تروا. صح، بالنسبة لتمثيل لويس والصيغة الجزيئية المفصلة تقريب كيف كيف، يعني متشابهين برك في بعض الحالات، كما هنا أن تجي في الوسط عندها أش من وأش من وأش من، هما لي أش كاين عندها ثلاثة روابط تاعها ثلاثة، وتجي رابطة غير تكافئية هاي تجي هنايا. صح، بالنسبة لي سي أش دو سي أل دو، أه يعني سي جي في الوسط، سي جي في الوسط، يجو زوج تاع لي اش ويجو زوج تاع لي سي ال. هاي بالنسبه لي سي اش دو او، سي جي في الوسط يعني ذره مركزيه رابطتين مع الاو، قلنا رابطتين مع الاو وزوج مع مع الاش. ها هي عندنا اش سي ان سي جي في الوسط رابطه مع الاش وثلاثه مع الان، والان دائما عندها هنا رابطه غير تكافؤيه. صح، عندنا سي اش تروا او اش سي جي في الوسط، عندنا اش كاين ثلاثه هكا ثلاثة، وعندنا او اش. هذه بالنسبة لتمثيل لويس للجزيء. الان الصيغة الجزيئية المنشورة او الصيغة المفصلة تقريب كيف كيف كما تاع لويس، برك انا الان ما نديروش الرابطة غير التكافؤية هذيك، هاكا نعاودو كلش ما عدا هذيك مكاش، باقي كامل كيف كيف. ها هو كيف كيف سي ال، وهنا سي ال، هنا كيف كيف نفس الشيء، او وهنا اش وهنا اش. هنا عندنا الان هكا ما نديرلاش رابطه غير التكافؤيه هذيك، هكا هنا سي اش 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 و او اش. بالنسبه للصيغه الرمزيه العامه لجي ليس بي، عندنا هذه راهي على الشكل ا اكس تروا A X 3 E 1، هذه راهي على الشكل A X 4 A X 4 فيها 4، ها C راهي مركزية، هنا مكاش C، هنا C كاينة صافي A X 3، هنا كاين زوج C كاينة، يعني هنا A X 2 هذه A X 4. معليش نذكركم بوحدة من هذو باش ترجع لي راون سا ترجع له شوية الذاكرة. لاحظوا مثلا اش سي ان، لاحظ كيفاش راهم على استقامة، يعني هذه راهي على الشكل هكذا ا، هذه راهي ا اكس دو. صح ا اكس دو هنكتبوها هنا، قلنا ا اكس دو. صح ا اكس جي منا و اكس تجي منا، هنا كاين 180 درجة كما راكم تشوفون، يعني في هذه الحالة طلبة تكون رابطتين تكافؤيتين على استقامة واحدة. صح، لو رحت للتاع ا اكس تروا كيفاش تكون، هنا الأ أي الذرة المركزية تكون في الوسط وتكون هكذا، يعني هنا تكون X وهنا هكا X وهنا هكا X،
ومن بعد هكذا يعني بالتقريب. يعني لاحظ هنا في هذه الحالة، هنا في هذه الحالة تتجه الروابط التكافؤية نحو رؤوس المثلث، يعني نحو أركان المثلث، ولا هنا يكون من هنا عندنا 120 درجة. يعني أعطيت لكم تذكير بسيط برك على هذا الزوج، والباقي كله سره مفصل في فيديوهات الدروس. ومن بعد طلبوا منا تمثيل نموذج كرام لجوزي النشادر. جوزي النشادر يعني لاحظ كيفاش راهو لهنا، هاي الصيغة المفصلة تاعو يعني راح يكون على شكل يعني ان تكون في رأس المثلث. نبدل القلم هكذا، ان رأس المثلث. عندنا الواجهة تكون هكذا واجهة، عندنا الجنب، وعندنا لاريير الخلف، هذا الخلف يكون مشرط هكا صح. وبعد واش ندير؟ نربط هكذا وندير لي اش، كاين ثلاثة اش اش اش، هذا جزيء النشادر. جزيء النشادر صح. مازالنا جزيء ثنائي كلور الميثان صح. السي جايه في الوسط، لاحظوا السي وين جايه؟ السي جايه هنا في الوسط. ومن بعد تجي اش هنا هكذا، ومن بعد تجي اش اون فاس عندنا هكذا للواجهة، ومن بعد عندنا الجنب، ومن بعد عندنا اللارير. ثاني ندير ما رسمتهاش مليح، شغل لصقتها في بعضهم بعض. هي بالحق تجي هكا الواجهة هكذا، ومن بعد الجنب، ومن بعد يجي لارير. يا هكذا يا هنا فعاوز ندير هذه هنايا في الجنب، هذه تجي منا في الحق هكا، انا رحت درتها له هكذا كيما راني كيما يعني الرسم الصحيح هو اللي راه كيما راني داير درك صح. عندنا الاش وعندنا سي ال وعندنا سي ال هكذا صح. عندنا نربطوا بين عندنا من حتى لهنا في لاريير هذه هكا، ومن بعد عندنا من حتى لهنا، ومن بعد من حتى لهنا، ومن بعد عندنا كذلك من حتى لهنا، ومن بعد عندنا من حتى لهنا، ومن بعد واش عندنا كذلك من حتى لهذه هكذا. إذن هذا واش قلنا؟ جزيء الميثان، جزيء عفوا جزيء ثنائي كلور الميثان، ثنائي كلور الميثان صح. هذه عليها 0.25، هذه نصف نقطة، وهذا في كل سطر كاين خمسة، كل سطر فيها خمسة، إذن كل واحدة 0.25، يعني هنا 1.25، 1.25، وهنا 1.25. أعزائي الطلبة، إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في مشواركم الدراسي، وإلى ذلك الحين أترككم أعزائي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.